مساء الخير أعزائي الطلاب. طبعا اليوم نتعرض في حديثنا في هذه الجلسة لممارسة جديدة تقوم بها إدارة الموارد البشرية تحت مسمى الاستقطاب والاختيار والتعيين والمعروفة باسم التوظيف. إذا كما هو واضح من العنوان أن التوظيف عملية تتم عبر 3 مراحل: الاستقطاب، الاختيار، التعيين. استقطاب يعني الجذب، والاختيار يعني الانتقاء، والتعيين هو إصدار القرار بمن تم اختيارهم. قبل أن يمارس قسم التوظيف مهامه باستقطاب واختيار وتعيين الأشخاص، يتطلب ذلك وجود أو الاعتماد على خطة الموارد البشرية وعلى بطاقة وصف الوظيفة. لماذا؟ لأن خطة الموارد البشرية تتضمن العدد المطلوب، لذلك الخطة كانت تعنى بالتقدير أو التنبؤ بالاحتياج. التوظيف يقوم بالتأمين، بالإضافة إلى العدد الخطة محدد المصدر داخلي أو خارجي والتوقيت. بالتالي قسم التوظيف يجب أن يعمل على تأمين العدد المطلوب ومن المصدر المحدد وفي التوقيت المطلوب. أما بطاقة الوصف كما هو معروف فيها جزء بيشرح المتطلبات أو الحد الأدنى المطلوب توفره في شاغل الوظيفة الشاغرة. استنادا للخطة والبطاقة يبدأ قسم التوظيف عمله، والتوظيف يعد حقيقة قلب إدارة الموارد البشرية. الغاية من التوظيف هي جمع بيانات ومعلومات أساسية عن العاملين المرشحين حتى يكون لدينا القدرة على التنبؤ بأهليتهم بشغل الوظيفة من عدمها. لذلك بداية خلونا نتعرف على هذه المصطلحات. الاستقطاب هو وسيلة لجذب أكبر عدد ممكن من المتقدمين المناسبين لاحتياجات المنظمة. المتقدم المناسب هو الذي تتوفر فيه الحد الأدنى من المتطلبات من حيث المؤهل العلمي ومن حيث المهارات المطلوبة والخبرات والسلوكيات المطلوبة. فالاستقطاب يعني الجذب لأكبر عدد، ويتم ذلك من خلال وسيلة تسمى الإعلام. فمن خلال الإعلام نستطيع أن نستقطب الناس، وكلما ازداد عدد الناس المرشحين كلما كان ذلك أفضل ويصب في مصلحة المنظمة، لأنه من خلال العدد الأكبر نستطيع أن نتبين العدد المناسب الذي توفر فيها الحدود الدنيا المطلوبة. إذا افترضنا أنه في خطة الموارد البشرية وارد حاجتنا إلى 5 عاملين، وتم استقطاب 100 عامل وهو الحد الأقصى اللي ممكن نستقطبه بموجب هذه الوسيلة والإعلام، فلذلك عند 100 يكون انتهت مرحلة الاستقطاب. طيب، نأتي إلى المرحلة الثانية وهي الاختيار أي الانتقاء. والانتقاء هو اصطفاء أفضل 5 من بين 100 الذين تم استقطابهم وفيهم تتوفر الخصائص المطلوبة. يتم الانتقاء من خلال 3 وسائل: طلب التوظيف المرفق مع السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية أو مقابلة التقييم والاختبارات. فمن خلال هذه الوسائل الـ3 نستطيع أن نحدد أفضل 5 من بين 100. فعندما نحدد 5 نذهب إلى المرحلة الثالثة وهي التعيين، والتي تعني إصدار قرار بتعيين المرشحين لوظيفة معينة. هذا هو باختصار. أما فيما يتعلق
بالمرحلة الأولى ألا وهي الاستقطاب، حيث فاعليته أي قدرته على تحقيق الهدف تتوقف على أمرين أساسيين. الأمر الأول يعني أن تكون المنظمة أو الاستقطاب كعملية يحقق هدفه، أو بيأثروا على تحقيقه للهدف وهو جذب أكبر عدد ممكن عاملين اثنين. العامل الأول هو أن تكون المنظمة قادرة على الجذب أساسا. لاحظوا أن أولويات الناس مختلفة، المرشحين منها اللي بيدور على أجر وتعويضات عالية، منها من يدور على أو يبحث عن فرص للتعلم والتدريب، منها من يبحث عن فرص الترقي في السلم الوظيفي أي وجود مسارات وظيفية واضحة، منها من يبحث عن بيئة عمل جيدة. لذلك طالما الأولويات مختلفة فلذلك يجب أن توفر المنظمة الحد الأدنى أو توفر المنظمة كل العوامل لمن يرغب. فالذي يبحث عن تعويضات يجده في هذه المنظمة، ومن يبحث عن التعلم يجده هنا في المنظمة. بالتالي كل ما وفرنا مجموعة واسعة من المزايا، كلما حصلنا على المرشحين المناسبين. العامل الثاني هو أن تكون المنظمة قادرة على تقييم المصادر المختلفة اللي بدنا نحصل منها على المرشحين. والمصادر هو مكان وجود المرشحين، وقد يكون داخلي وقد يكون خارجي. وإذا اعتمدنا على المصدر الداخلي فإله عيوب وإله إيجابيات أو مزايا. فالمصادر الداخلية من مزاياها أنها ترفع الروح المعنوية، لا سيما إذا كانت هذه الشواغل بمثابة ترقيات. ومن عيوبها أن العدد المتقدم قليل مهما كثر، بالتالي ما في إمكانية لاختيار الأفضل من بين الوفرة أو العدد الكبير. من مزاياها أيضا أنها سريعة، ممكن ننجز العملية بسرعة. ومن عيوبها أيضا أنه ما مندخل دم جديد على المنظمة، فكل ما يكتسبه الفرد من خبرة هو من المنظمة نفسها. إذا اعتمدنا على المصدر الخارجي فحتى نعرف عيوبه وإيجابياته نقلب
المزايا والعيوب للمصدر الداخلي بصير المزايا عيوب في الخارجي، والعيوب في الداخلي بصير مزايا في الخارجي. إذا أن تكون المنظمة قادرة على تقييم المصدر، أي على نقاط، على كشف نقاط القوة والضعف في المصدر. لما تحدثنا عن الإعلان، عن الإعلان كوسيلة من وسائل الاستقطاب، فلا بد أن نبين المكونات الأساسية عند صياغة الإعلان. المكون الأول هو المقدمة. في المقدمة يجب أن نستخدم أو نظهر اسم الشركة إذا كان اسم الشركة أو المؤسسة يدل على طبيعة النشاط. وإذا لم نرغب بإظهار اسم الشركة فيجب أن نشير إلى طبيعة النشاط صراحة. مثلا أقول مؤسسة أو شركة أو منظمة تعمل في مجال الصناعات الغذائية، فحددت طبيعة النشاط. طبعا هذا الشيء هو عبارة عن فلتر أولي، فغير الشخص الغير راغب في العمل في هذا المجال، في مجال الصناعات الغذائية، ما بيقدم طلبه أصلا. الفلتر الثاني هو الشروط العامة والتي تعني المتطلبات، متطلبات شغل الوظيفة، وهي بتجيبها من بطاقة وصف الوظيفة اللي محدد فيها المؤهل العلمي والمهارات المطلوبة والخبرات. فهذول مثل ما هني بجيبهم وبحطهم كشروط، وممكن نضيف عليها الأشياء اللي ما بتنحط في بطاقة وصف الوظيفة. مثل العمر، الجنس، هذه القضايا ما تنحط ببطاقة وصف الوظيفة، مؤدي الخدمة الإلزامية، ما نؤديها إلى آخره. فكلما ازدادت الشروط شرط كلما قل عدد المرشحين، وكلما انخفضت الشروط كلما ازداد عدد المرشحين. أما فيما يتعلق بالحوافز وهي عوامل الجذب سميناها، فهون شو ممكن المؤسسة تقدم، شو ممكن تقدم المؤسسة؟ يجب أن تظهره. بالتالي بقدر ما تكون المزايا واسعة متنوعة، بقدر ما تكون هناك المنظمة لها القدرة على الجذب. أخيرا، موعد انتهاء الطلبات ومكان التقديم. مكان التقديم قد لا نبوح به لكي لا تتعرض المنظمة إلى ضغوط معينة، لاختيار مرشحين معينين قد لا يكونوا مناسبين، بالتالي تكتفي ببريد إلكتروني أو بالفاكس. هذا عند طلب المنظمة منكم أن تقوم بالإعلان أو بصياغة إعلان بهذا الشكل. أما الجزء الثاني وهو الاختيار، والاختيار إجابة على تساؤل من هم أنسب المتقدمين لشغل وظيفي معين. من هم أنسب المتقدمين لشغل وظيفي معين؟ ويهدف عند الإجابة على هذا التساؤل نكون قد أجبنا على مضمون الاختيار أو الانتقاء. هلأ لما بقول أنا 5 مطلوبين بخطة الموارد البشرية استقطبت 100، فالاختيار هو انتقاء أفضل 5 من بين 100. ما هي الغاية من عملية الانتقاء؟ أن نحدد مدى توفر الخصائص الفردية المطابقة لما هو مطلوب لشغل الوظيفة. 2، تهيئة أساس سليم. المعنى هو للتدريب، المعنى أنه مهما كان الإنسان مطابق للوظيفة لا يمكن أن يكون مطابق المرشح 100%. فافترضوا مرشح مطابق بنسبة 97%، ف3% هدول أنا اكتشفتهم من خلال الاختبارات اللي انا عم بجريها للمتقدم او المرشح، بالتالي بعرف الخلل وين، بالتالي بخضعوا للتدريب بعد قبوله للعمل في المنظمة، بكون انا عارف شو هي العلة تبعيته.
من أهداف أيضا تكيف أفضل للعاملين مع وظائفهم، لأنه من الأساس أنا بختار العامل القادر على التكيف مع الوظيفة، لأنه في بطاقة وصف الوظيفة مشروحة أو موصوفة الظروف التي تؤدى بها مهام الوظيفة، وهي لازم بلغ فيها مين المرشح. فإذا ناسبته قبل، وإذا كان مناسب قبلنا، والعكس صحيح. كيف يمكن الاختيار؟ من خلال 3 وسائل: طلب التوظيف، المقابلة الشخصية، والاختبارات. تعالوا نشوف ملاحظات مهمة حول كل واحدة. طلب التوظيف هو الوسيلة الأولى لعملية الاختيار. هلا لنتصور إنه هذا هو المرشح. المرشح بالنسبة إلي كمنظمة هو مجهول. مستوى كفاءته وخصائصه الشخصية. أنا بدي اكتشف واجمع معلومات حول مستوى كفاءته وخصائصه الشخصية بطرقي الخاصة. فأول طريقة هي طلب التوظيف المرفق معه السي في، فبجيب طلب التوظيف وبحلله. طلب التوظيف هذا عم بحكي عنه ليس الاستمارة الاعتيادية اللي بيعبيها السائق والطبيب والمهندس وكل الناس بيعبوا نفس النموذج، لا. المقصد هنا كل وظيفة هي متفردة متميزة عن الأخرى. بالتالي كل وظيفة يجب أن يكون لها طلب التوظيف الخاص بها. يجب أن نراعي خصائص محددة، مثل إذا طلب كل وظيفة إلى طلبها. بالتالي الطلب هذا أو الاستمارة متضمن مجموعة أسئلة، هذه الأسئلة يجب أن تكون تبين أو تسبر كفاءة الفرد وشخصيته. يجب صياغة طلب التوظيف بطريقة تظهر بعض الجوانب النفسية وخصائصه الشخصية بشكل عفوي دون أن يدري، يعني بمعنى بنحط أسئلة معينة عن بعض الخصائص المطلوب توفرها في شاغل الوظيفة. فالشاغل الوظيفي طبعا تكون محطوطة هذه الأسئلة من خلال الاختصاصيين، فبيجاوب بس ما بيعرف شو هي الصفة اللي احنا بدنا نستنتجها، بعدين احنا بنحللها لحالنا. يجب ان نشمل طلب التوظيف بالعوامل الديموغرافية كالسن والجنس والحالة الاجتماعية. يجب تحاشي أسئلة غير مفيدة، مثلا شو هي طموحاتك بعد 5 سنوات؟ اللهم إذا ما كان إلى أي معنى فما في داعي. المعنى هون إنه أي سؤال ما له معنى، ما ببين شيء من كفاءة الفرد وخصائصه الشخصية، ما في داعي نحطه كسؤال. يجب أن نتحاشى في طلب التوظيف عبارات التهديد، مثلا أي بيانات غير صحيحة ستؤدي للمسائل القانونية، هذا يعد بمثابة تهديد. هلأ طلب التوظيف اللي بصيغه بطريقة أخذ باعتبار هذه الشروط ببين لي مدى قدرة المتقدم أو المرشح على تنسيق أفكاره ومعلوماته. لا سيما في الأسئلة المفتوحة اللي بيعبر فيها الشخص عن خبرته مثلا أو عن مؤهلاته العلمية، فبشوف كيف بيعرض الأفكار. طلب التوظيف بيوفر لي معلومات بتخليني اتنبأ بقبوله او رفضه. طلب التوظيف ببين لي الماضي الوظيفي للمتقدم، بالتالي معدل دوران المرتقب. مثلا ممكن فرد خلال سنة بدل منظمته 6 مرات، معناته هذا بالمتوسط عاد يقعد في المنظمة شهرين، فإذا اجى لعندي معدل دورانه عالي، أي تركه للعمل عالي. بالتالي بيستنتج هذا الشيء من خلال الشيء اللي بيكتبه هو، بيكتب بجوز انه عنده خبرة كتير وبيعتز وبيفتخر بهذا الشيء، ولكن عندي انا كمنظمة الى قراءة اخرى تتعلق بمعدل دوران المرتقب. يمكن ان نلجأ نحن الى خبراء الخطوط لمعرفة بعض الخصائص الشخصية من خلال انحناءات الاحرف، وهي مختصين بامكان يجيبوننا الخصائص بدون ما نشوف المتقدم، بدون ما نختبره، بدون ما نحكي معه من كتاب. طبعا هذا الطلب بيكشف لي بالرغم من صياغته المحكمة والدقيقة، راح يكشف لي هذا الجانب فقط من شخصية المتقدم ومستوى كفاءته، وهذا راح يظل مجهول.
استنادا لهذا الجزء الصغير يمكن أن نقرر ومسموح بأنه الفرد أهل أو غير أهل للشغل الوظيفي. طيب ما تبقى من أجزاء؟ هلا إذا بدي آخذ طريق أفضل من كامل الجزء الآخر بجزء بوسيلة أخرى وهي مقابلة التقييم، فنكشف هذا الجزء اللي ما استطعنا نكشفه، اللي ما كشفه طلب التوظيف نكشفه بشو؟ بالمقابلة. تعالوا نشوف شو هي المقابلة. المقابلة الشخصية هي وسيلة للتفاعل الشخصي بين المقابل وبين المرشح. هلا لما بنعبي طلب التوظيف نحن وقبلناه على اساس المكتوب في طلب التوظيف بعد تحليله، بدي احول المرشح الى مقابله اوليه وليست مقابله تقييم. نثبت ما يمكن تثبيته وتم كتابته في طلب التوظيف. شو بنحسن نكتشف من مقابله مدتها 5 دقائق؟ اتزان الشخص، ثقته بنفسه، هدوءه، ارتباكه، قلقه، وضعه الصحي العام. إذا الشغلات هاي إذا شفناها موافقة للي أشار عليه في طلب التوظيف بنحوله إلى مقابلة اسمها مقابلة تقييم. والفكرة هون نحن عم نكامل نتيجة تحليل طلب التوظيف مع المقابلة. فالمقابلة لازم نميز بين شغلتين، الأسلوب وعدد المقابلين. من حيث العدد في عندي مقابلات فردية، أي مقابل واحد ومرشح، وفي عندي لجنة ومرشح. وكلما ازداد عدد المقابلين كلما كان ذلك في مصلحة الفرد المرشح وفي مصلحة المنظمة، لأنه هون ما في تحيز بصير، فبناخذ متوسط الدرجات أو التقييم ونسندها للمرشح. من حيث الأسلوب بتلاقوا في عندي مقابلة موجهة، المقابلة الموجهة هي مقابلة اللي بيتم فيها تزويد المقابل بمعايير محددة يلتزم بها وبيسأل أسئلة في إطارها. مثلا بقول له للمقابل ركز على شو؟ ركز لي على الخبرة، ركز لي على المهارة، ركز لي على مكان السكن. فبحدد له أنا معايير وخليه يسأل في إطارها. المقابلة النمطية هي مقابلة تحدد الأسئلة مسبقا وتطرح على جميع المتقدمين كما هي متقدمين لوظيفة معينة. المقابلة الحرة هي المقابلة التي ليست موجهة وليست نمطية. بالتالي بنعتمد فيها هون على مدى خبرة المقابل ومعرفته بأبعاد الوظيفة لا يصبر فيها المرشح. نترك له حرية طرح الأسئلة. الاختبارات أو المقابلات الشفهية الجماعية، نجمع كل المتقدمين لوظيفة معينة مثل مندوبين مبيعات 30 واحد قدموا لهذه الوظيفة، فنجمعهم ونطرح عليهم مشكلة أو قضية أو تساؤل ونطلب منهم الإجابات، وترتب الإجابات بحسب مستوى الإبداع فيها. هلأ لازم نعرف يعني أسس لإدارة المقابلة، والأسس هي قبل أن ندخل كأعضاء في لجان مقابلة يجب أن نعرف أن هناك أسس يجب احترامها، وهي تتعلق بسلوك المقابل. وسلوك المقابل يجب أن يرتكز على إزالة الحواجز بين المرشح والمقابل، لأن المرشح مهما كان ثقته بنفسه عالية فيتعرض لشيء من القلق والتوتر، بالتالي لازم يكون هادئ. شو الغاية من هذا الشيء؟ إذا كان هادئ بحسن يعبر عن مستوى كفاءته بشكل صحيح، وهي هي الغاية.
ترتيب موضوعات المناقشة بحسب الأقدمية، أي أن نبدأ من الأقدم فالأحدث. مثلا شلون؟ لما بسأل أنا مرشح عن خبراته، ما بسأله شو اليوم عم تشتغل، بقول له شو اشتغلت وصولا إلى اليوم. فبسكت أنا وبسمع وبكون صورة كاملة، بدل ما إنه يجي يقول لي اليوم اشتغلت هيك ويرجع يحكي لي ويبرر لي ليش اشتغل هيك وشو كان عم يشتغل. لا، نستمع للمقدم من الأقدم إلى الأحدث. وضع معايير للتقييم من أسس إدارة المقابلة، أن لا ندخل إلى مقابلة بدون أن يكون لدينا معايير نقيم على أساسها المرشحين قبل أن نراهم، لأنه قد نقع بأخطاء إذا لم يكن لدينا معايير. الأخطاء هي أخطاء القولبة، والقولبة هي أن اعتقاد معمم كان أطلق على معتقدا بأنه أبناء الريف هن أقل ذكاء من أبناء المدينة. فأجاني مرشح من الريف، فنتيجة هذا الاعتقاد أو هذا القالب اللي أنا عم بعيش فيه حكمت عليه بأنه سيء بالرغم من أنه هو جيد. هو خطأ، احنا عم نشير على أنه خطأ. الخطأ الثاني هو تأثير الهالة، والهالة صفة غالبة على باقي خصائص الشخص. هذه الهالة قد تكون الصفة الإيجابية أو قد تكون الصفة سلبية، واستنادا لهذه الصفة نقرر إنه مقبول أو مرفوض. فربما يجي شخص طريقة لبسه مميزة جيدة، هندامه أناقته بتأثر فيها، بالتالي احكم عليه بقبوله علما إنه مستوى كفاءته سيء، والعكس صحيح. الأسئلة الإيحائية، أن لا نسأل المرشح أسئلة تتضمن إجابات. الأسئلة غير المخططة، يعني العشوائية اللي تخطر على بالي أثناء الجلسة، وهذا ما بيجوز. أسئلة نمطية عامة ليست لها علاقة بأبعاد الوظيفة. تشكيل لجنة على أساس وحيد، كلهم دكاترة، كلهم مهندسين، لا، لازم يكون في مختصين مختلفين يتناول الفرد المرشح من كل الزوايا. هذا فيما يتعلق بالمقابلة. أما فيما يتعلق بالاختبارات وهي الوسيلة الثالثة لعملية الاختيار، هي وسيلة أكثر موضوعية وأقل تحيز من الوسائل الأخرى اللي هي طلب التوظيف والمقابلة الشخصية. فهلا أنا طالما اعتبرت أنه هذا هو الشخص المرشح، اكتشفت بطلب التوظيف هذا الجزء، اكتشفت بالمقابلة هذا الجزء، ظل عندي هذا الجزء غامض. كيف بكتشفه؟ بكتشفه بالاختبارات. الحقيقة ليس المقصود بالاختبارات إخضاع الفرد بكل أنواع الاختبارات، لا، فقط الاختبارات اللي بتلزم نكتشفها وبتكون نتيجتها إيجابية وتؤدي لتحقيق أغراض وهدف الوظيفة. من هذه الاختبارات اختبارات الشخصية، وتسعى لاختبار النمط العام لشخصية المتقدم مثل الاستقلالية أو الانتماء أو المرونة أو التعنت أو التعاون إلى آخره. يعني اختبارات القدرة والقابلية للتعلم، وغايتها هي اختبار القدرات الكامنة المحتمل ظهورها خلال التعلم أو أداء العمل. بعض الأشخاص يتوقف تعلمهم بعد سنتين من ممارسة العمل، ما يتعلموا شيء. فأنا هذا ما يلزموني كثير، فلازم اكتشفهم بشكل مبكر. اختبارات الإنجاز أو الأداء وهي قسمين، اختبارات عملية تطبيقية واختبارات نظرية في محتوى الوظيفة. اختبارات القدرات العقلية والذكاء لقياس القدرات اللفظية والحسابية. في عندي اختبارات الميول والاهتمام، وغايتها قياس درجة ميل الفرد نحو العمل أو سلوك معين. من هون بنكتشف احنا مدى قدرة الفرد على التكيف مع وظيفته. الحقيقة لا نقول ان الفرد يجب ان يخضع لكل هذه الاختبارات. احنا بنختار شو بدنا يكون في الفرد موجود ونخضع للاختبار الملائم. هلا في عندي انا ثلاث اشكال للانتقاء او الاختيار. الشكل الأول محمد
عم تسمعني يا محمد؟ ايوه تقريبا خلصت انا المحاضرة، يعني مو هلا تدخلوا، انتم تدخلوا يعني ما بعرف، يفترض انكم تلتزموا بمواعيد المحاضرات. اذا فيما يتعلق بالوسائل او الطرق اللي بنختار فيها المرشحين، عندي طريقة اولى اسمها طريقة التعويض او المدخل التعويضي. كيف بتتم هاي الوسيلة؟ المدخل التعويضي في عندي مرشح، بنصمم هون احنا مجموعة من المراحل. قد تكون تنتين او ثلاثة او خمس مراحل الى اخره. فبيدخل المرشح وبوزع العلامات على هذه المراحل، هون بعطيها 40، هون 30، وهون 30 مثلا. هاي المرحلة بسميها مرحلة المقابلة الشخصية، هون مرحلة الاختبار الكتابي مثلا، هون الوضع الصحي، وأي معايير أو أي مراحل بتكون إياها سموها. نعطي مثال بس تبين لكم الفكرة تبعية الانتقاء في هذه الحالة. هلأ بيدخل الفرد على مرحلة المقابلة، ربما يحصل على 5 درجات. العلامة متدنية جدا، مو معناته انا بسرحه اطلع له برا، لا، بياخد 5 معلش، بس بنقله على المرحلة اللي بعدها. اللي خسره هون ممكن يعوضه هون، هون ممكن ياخد 25 من 30، فلاحظوا علامته عالية. بعدين بنقله لهون، فهون بياخد 5. طيب مجموع علاماته كلهم صار 5 و25 و5 35. بيجي انا هون بحط حد ادنى هو 60% لازم يحصل بنتيجة هذه المراحل الثلاث او الاربعة او الخمسة. فهذا هيك واحد 35 اخر ما بيتصنف ضمن 60، فبيطلع بالاخير. وكل من يحصل على 60 هي العتبة فاعلى يتم قبوله. وبيتصنف المرشحين وباخذ العدد المطلوب وفق اعلى الدرجات. هذا المدخل اسمه التعويضي. 2 مدخل الحواجز المتعدده. هلا شلون هون بيشتغل هذا الفرد؟ بيدخل بحط عدة حواجز يعني مراحل، أو الثلاثة، وبعطيها درجات. هاي مثلا 25، وهاي 40، وهاي 35. فبيجي الفرد بيدخل على أول مرحلة، إذا ما اجتاز هاي المرحلة بنسبة 60% أو 50% أو 40%، بحط عتبة معينة، فلازم يطلع لبرا. فإذا جاب 60% من 25 بيدخل على المرحلة الثانية، هون لازم يجيب 60%. بعد ما يدخل عليه لازم بيطلع على الثالثة، لازم يجيب 60%. فإذا حصل على 60% من 25، 60% من 40، و35% من 40، فهو هون بيصنف على انه من المقبولين. بيصنفوا الناس على هذا الاساس، وباخذ اعلى 5 مطلوبين اذا كان بدي 5 كما ذكرنا. هلا المدخل الثالث اسمه المدخل المختلط. هو عبارة عن دمج المدخلين مع بعضهم البعض.
المدخل الأول المتعدد، أي إني أطبق بالأول المتعدد ثم التعويضي. فالمتعدد مثل ما هلأ حكينا طلعوا معي هدول بعد ما اجتاز الحواجز، هدول ايش بيوصلوا لهون؟ بندخلهم على شو؟ على التعويضي. التعويضي له مرحلتين او ثلاثة بنفس الآلية اللي شرحناها هون، بيوصلوا معي لازم يجيبوا 60%، وبرتبهم على هذا الأساس وباخد أعلى 5. طبعا المدخل الثالث هو المدخل الأقوى في الانتقاء، واضح؟ تمام. هلا خلصنا شيء، انتهينا من الاستقطاب، انتهيت من الاختيار، بيجي على التعيين وهي المرحلة الثالثة والأخيرة في عملية التوظيف. تبدأ بالتوثيق، أي نطلب الوثائق الأصلية أو صور مصدقة عنها، شهادات، السجل الصحي، لا حكم عليه، إخراج قيد إلى آخره. ثم نتأكد من صحة هذه الوثائق ونصدر مشروع قرار بالتعيين مرفق فيه الوثائق، فبيقوم صاحب الحق بالتعيين المدير العام بتوقيع هذا القرار بيصير الفرد عضو في المنظمة. بعد ما يدخل العضو الفرد إلى المنظمة يخضع إلى نوعين من التدريب، واحد اسمه تأهيل وواحد اسمه تدريب تخصصي، وهو الموضوع اللي راح نناقشه إن شاء الله، موضوع التدريب في الجلسة القادمة. هذا فيما يتعلق بالتوظيف، الاستقطاب والاختيار والتعيين بشكل سريع، وأضعنا على أهم النقاط الموجودة فيه. هلا بتمنى منك يا محمد ترجع تستمع إلى المحاضرة من جديد حتى تلم بكل النواحي فيها، واضح؟ انتهيت الجلسة، في عندك تساؤلات؟ ماشي، الله يعطيك العافية ونلتقي إن شاء الله على خير، مع السلامة.